يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم سأجعل لك صلاتي كلها؟ ما المراد بالصلاة هنا؟ دعاء، مراد به الدعاء، ما هو مراد الصلاة اللي في الفريضة أو النافلة، المراد الصلاة الدعاء، وصلي عليهم أي ادعو لهم. نعم.